مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية. ونبدأ في هذه الفقرة سؤال الأسبوع، ونستضيف أخونا الأخ عماد. أهلا وسهلا أخ عماد. أهلا، حياك الله دكتور، شكرا أنك مستحملني طول الأسابيع اللي فاتت، هتستحملني الأسابيع الجاية. الرب يباركك، مستمتع أنا بالحديث معك. شكرا حبيبي، شكرا. خصوصا أخ عابر من ديرتي كده. حبيبي بركة كبيرة. الرب يباركك إن شاء الله. اليوم أبغى أفتح معك يا عماد عشان المشاهدين كمان يستفيدوا ويستنوروا بالنور اللي احنا تنورنا فيه بنور المسيح. نعم. أبغى أفتح معك موضوع مهم جدا. دائما يتهمونا احنا المتقدمين كمان من ضمن التهم، سلسلة التهم الكثيرة. نعم. هذه يتهمونا أننا خونة أو نحارب أهالينا، مع أنه هذا مش صحيح. احنا نبغى نشوف أهالينا يخلصوا ويجوا للمسيح. فأنت إيش ردك على هذا الكلام؟ وإذا عندك آيات من الكتاب تدعم الكلام حيكون جدا جميل. شوف يا دكتور، هو يعني وصلني كثير حتى من من المقربين. نعم. لي إنه أنت ليه تحارب الإسلام والمسلمين؟ وأنا بصراحة يا دكتور حزين جدا من هذا الاتهام. في يعني أشياء كثيرة ممكن نأخذ ونعطي فيها. إلا المحبة ومحبة الأقرباء، أقرب الناس لنا. وأنا حتكلم عشان يكون كلامنا وحوارنا يعني فيه يوصل بنتيجة. وأقدر أوصل للجواب اللي أنت إني أجاوب السؤال اللي أنت سألتني عنه. طيب. خليني نفصل الاثنين عن بعض. خليني نفصل أولاً، تحارب الإسلام والثاني تحارب المسلمين. وثالث وفي الأخير حتكلم على موضوع أنا ضد مين أساساً، مين أنا فعل، أنا مين مشكلتي معه. إني يا دكتور أو إنك أنت أو أي عابر يكره أهله، لأنه المسلمين مين؟ أهلي وأهلك. مسلمين أهلي وأهلي. صحيح. وأهلنا. صحيح. كيف يعقل أن إحنا نكره أهلنا؟ لا هذا الكلام له منطقي ولا مسيحي على فكرة، لا فطري ولا وصايا من وصايا المسيح أن إحنا نكره. صحيح. يعني أنا كيف أكره أمي، أهلي، أبوي، ناسي؟ كيف أكره السعوديين؟ كيف أكره المسلمين؟ إذا كان يا دكتور المسيح يقول أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم، لا وإيش يقول؟ يقول إذا أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم. صحيح. يعني فكيف أنا أجي؟ يعني طبيعي أنك تحب أهلك. طبيعي، ما هو فطري من الفطرة. صحيح. فكيف واحد عابر جاء للمسيح غالباً بسبب المحبة؟ صح. يكره أو يقدر يكره ومين أهله وإيش يسوي معهم؟ يحاربهم؟ لا، مستحيل يا دكتور إنه هذا يعقل. لا 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 بالفطرة ولا بتعليم السيد المسيح الحين. طيب هذه التهمة عم تتوجه لنا، ايش الموضوع؟ ايش رايك؟ ايش الموضوع؟ ما هو اعيد واكرر لك، هو سلسلة من الاتهامات اللي القصد منها دفاعي اكثر من ما هو هجومي. وانا اسف، كان نفسي جدا ان يكون الدفاع بشكل موضوعي أكثر، موضوعي نركز فيه على حيثيات، على نصوص، على تاريخ، على تراث، على أسباب واقعية وحقيقية، بدل ما احنا نقول كلامه بس. فإذا كنا عشان أجاوب بس السؤال بشكل ألطف، احنا قلنا أنه المحبة لا من طبيعتنا، محبتنا لأهلنا هذه طبيعتنا ومش من طبيعتنا نكرههم. ذكرت إنه الكره أصلاً غير موجود في المسيحية، وليس ولا يوجد وصية المسيحية، ما فيه أعداء. ما صحيح. ما عندي أعداء. ما تركب. أنا ما أقدر أعادي
المسلمين ولا. طيب أنا قبل ما أروح للنقطة الثالثة وهي إيش مشكلتنا وليه نتهم بالإسلام، خليني بس أتكلم معك إحنا مين، إحنا أنا مشكلتي مع مين. أنا مشكلتي مع أي إنسان متشدد يدعو إلى العنف، يعتقد أنه هو على دينه صح ويستحق الحياة وغيره لازم يموت ويستحق الفناء. أنا ضد اللي يرى أنه هو حر والباقي عبيد. هو لو هو له حق يبش يدعو إلى دينه ومعتقده في كل مكان والناس ما لها حق. هو له حق ان انت تجي عنده في عقيدته، بس هو لا يعطي الحق لاهله يعملوا نفس الشيء. صاحب اي دين، اي دين يعمل هذا العمل انا ضده. واحب اقول كلمه مهمه، انا حتى ضد الابيض اللي يرى انه من حقه يعيش حر والباقي عبيد. الحادث اللي صار في نيوزيلندا، أنا أقول لك يا دكتور أمانة يشهد الله علي إنه، وهذا مجرم إرهابي، مجرم إرهابي لا نختلف على هالموضوع، وهذولي أبرياء اللي قتلوا يشهد مع إنهم مسلمين، شوف مع إنهم مسلمين يشهد الله، مع إنهم شوف أهلي كأني فقدت ناس من أقربائي. صحيح، يشهد الله علي. صحيح، إني كنت حزين جداً انه خسرنا ناس ابرياء بهذا الشكل. لكن اللي يعتقد، هل احنا طيب انت عندك مشكله مع الاسلام، وحقول لك بسرعه، احنا ما عندنا، احنا من حق، احنا قاعدين نوعي الناس. احنا كنا عندنا صوره معينه، احنا قاعدين، وعلى فكره قاعدين نوضحها. وعلى فكره هو الاسلام برضو انتقد، يعني هو كان من حقه ينتقد، هو تكلم في المسيحيه، تكلم في اليهوديه، تكلم في اديان ثانيه. برضو إحنا بدون نقد وبدون تحريض، إحنا لا نحرض على كره ولا نحرض على عنف، ولا نقول جاهدة ولا نقول إسبة ولا نقول شيء. إحنا نحرض على شيء واحد يا دكتور، المحبة والخلاص، لا أكثر ولا أقل. ربي يباركك يا عماد. طيب الحين في ختام هذه الفقرة، إيش هي رسالتك، أو إذا تحب توجه الصلاة للإخوة المشاهدين، الوقت معك في أقل من دقيقة لو سمحت. يا دكتور، الذي عندي، فأنا ما عندي، أنا لا أملك شيء، لكن الذي عندي فإياهم أعطيه. أمين. أنا أخذت مجاناً أعطيهم مجاناً. اللي أملك فقط المحبة، لا أكثر ولا أقل. أنا أبغى أقول لهم أنا فعلاً أحبكم. أمين. أنا آسف لو أنا قلت شيء زعجكم، لكن تأكدوا أن أنا انزعجت قبل ما أزعجكم. وإذا في شيء أنا اليوم موجود لسببه، هو أني أحبكم وفعلاً أبغى لكم كل خير. أمين. أحبتي في المسيح، وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، انتظرونا بعد الفاصل.